ما الذي كشفه القيادي في حزب الله عن التوغل البري؟ كيف وضع الحزب مراكز الموساد تحت مرمى نيرانه؟ بعد إعلان المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدروعي في تغريدة على موقع أكس اليوم الثلاثاء عن أن معارك عنيفة تدور في جنوب لبنان، خرج مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف لينفي مزاعم جيش العدو حول دخول أي قوات للجيش الإسرائيلي إلى لبنان أو وقوع أي اشتباكات مباشرة بين الجانبين. وأكد عفيف أن كل الادعاءات الصهيونية بأن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان كاذبة، مشددا على أنه لم يحدث بعد أي اشتباك بري مباشر بين المقاومة وقوات الاحتلال. عفيف تابع كلامه معلنا بوضوح أن الحزب مستعد للمواجهة مع قوات العدو إذا تجرأ أو حاول دخول الأراضي اللبنانية. هذا وقد أعلن الحزب صباح اليوم عن استهدافه بصليات صاروخية من نوع فادي 4 قاعدة جاليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب. وفي هذا الإطار استغل عفيف قصف القاعدة ليشدد على أن هذا ليس إلا بداية، مؤكداً أن الحزب سيلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية وفي خضم الحرب المستعرة وعلى وقع الغارات الإسرائيلية. عاد الحزب ليستهدف قاعدة جاليلوت التي تعتبر هدفاً عالي القيمة، إذ أنها قاعدة استخباراتية ترتكز على العمل في مجال جمع المعلومات وتحليل البيانات، وفيها مركز كبير للعمليات السبرانية. وتعتبر جاليلوت مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وهي أيضاً قاعدة الوحدة 8200 الاستخباراتية، والتي تعتبر أقوى أذرع الموساد المسؤولة عن تغذية المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بجمع المعلومات اللازمة وعن أي تحركات أو مخططات أو حتى نوايا، وتساهم في تقديم رؤية استخباراتية متكاملة مع المعلومات التي توفرها المصادر البشرية القائمة على العملاء. وتعتمد على 3 طرق في العمل في المجال الاستخباراتي، وهي الرصد والتنصت والتصوير. لم يبقى الجنون الإسرائيلي عند حدود الجنوب أو الضاحية الجنوبية لبيروت، بل لم يكتفي بقتل الفلسطينيين في قطاع غزة، إنما نقل إجرامه ليطال الفلسطينيين الآمنين في مخيم عين الحلوة. فقد نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا منزل قيادي في حركة فتح منير المقدح الذي نجا من الاغتيال، في حين قتل نجل حسن وزوجته وأصيب آخرون. المنظمات الفلسطينية كان لها رأي آخر، ففي حديث لإذاعة سبوتنيك وصف مسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح في لبنان استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة بالعمل الجبان، مشيرا إلى أن اغتيال المدنيين في أماكنهم الآمنة يدل على أن العدو يريد القضاء على حق العودة، موجها اللوم إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب تقاعسهم عن تحمل المسؤولية والمطلوب منهم وقف هذا الجنون الإسرائيلي، لافتا إلى أن موجات النزوح بدأت في بعض المخيمات الفلسطينية مع انتقال السكان إلى أماكن إيواء أخرى في لبنان.